رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع بشكل كبير عن مرض ما كنا نسمع فيه من في أواخر الثمانينات. في أواخر الثمانينات الميلادية دخلت تقنية تصوير جديدة في الطب. وش أعراض التصلب اللويحي؟ هل التصلب اللويحي علاج؟ ووش المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن التصلب اللويحي؟ هذه خمسة أسئلة رايح أتكلم فيها إن شاء الله تعالى. التصلب اللويحي الإصابة الدماغية، إذا جاءت اليوم ممكن يتحسن الإنسان، لكن إذا تكررت الإصابة مرة ومرتين وثلاثة، الخلايا العصبية قدرتها على التحسن ضعيفة. التصلب اللويحي الإصابة الدماغية، إذا جاءت اليوم ممكن يتحسن الإنسان، لكن إذا تكررت الإصابة مرة ومرتين وثلاثة، الخلايا العصبية قدرتها على التحسن ضعيفة. قد تشابه هذه الأعراض. لذلك المفتاح الرئيسي أن الإنسان إذا أصيب بمثل هذه الأعراض يسارع بشكل كبير جدا في زيارة الطبيب حتى يتأكد من التشخيص ويبدأ العلاج. هنالك علاج يشفي بشكل كامل من السكتة الدماغية، وبادرة قناة المرقاب وفكرة عمل البرنامج الطبي حقيقة فكرة يشكرون عليها. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب.